بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم السادة الباشا عيطنا اليوم فات الصباح وقلنا جيو تسلموا المواطر ديالكم، وكنشكروا سادة الباشا وكنشكروا الناس كاع اللي ساهموا معنا ووقفوا معنا في هذه الجمعية، وكنشكروا الناس ديال الجمعية، شكرا والله يرحم الوالدين وشكرا على السلام عليكم اخويا. حنا خت السنوات حنا كنعانيو من هذا المعاناة ديال المبادرة ما خديناهاش، والله كنشكروا سعاده الباشا وسعاده العمل والجمعيه الى وقفين معنا بقينا مركين وكررنا بزاف عاد عطونا. والسلام عليكم. بعد وقفات واحتجاجات حنا كنتوصلوا بالمواطر ديالنا، كنشكروا السلطات المحليه على راسهم سعاده الباشا. سعاده الباشا هو اللي وقف معنا وعطى الاوامر ديالو، دابا عيط لينا باش نجيو نسلموا المواطر ديالنا. حنا دابا راه جابوا المعلم راه كيدير لهم امارش، احنا غاديين دابا في داك الشيء على احسن ما يرام. سعاده الباشا كنشكروا راه هو اللي دخل دابا راه عيط لينا راه حنا غنسلموا المطر ديالنا، وكنشكروا سعاده الباشا. الحمد لله كنشكروا هاد الناس اللي تعاملوا معنا والله يجازيهم بخير. وحنا راه غادي نمشيو نخدموا، ما غاديش نخدموا لهم على النقطه السوداء، نخرجوا على برا يعني ماشي حنا نتعاونوا مع هاد الناس، ماشي غادي نديروا حنا داك الشيء. وكنجازيو الناس الله يجازيهم، لا سعادة العمل سعادة الباشا الناس كاملين الله يوقفوا معنا الله يجازيهم بخير. السلام عليكم. بالنسبه لهذه المبادره ديال التوزيع ديال 30 دراجه ناريه مزوده بوسائل التبريد، وارتأت الجمعيه الجهويه النقل والسلامه الطرقيه بشراكه مع اللجنه الاقليميه لمبادره التنميه البشريه وجامعه الزمور اللي دعمتنا في هذا المشروع اللي هو مبلغ اجمالي 90 مليون. ونظرا للاكراهات اللي عرفتها هذه العمليه والتاخير ديالها، ارتأت الجمعيه تقسيم المشروع الى مرحلتين. هذه المرحله الاولى غادي يستافد منها 15 مستفيد، وحاول تركزت فيهم الجمعيه على الناس اللي كيتجولوا في الشوارع. الهدف هو انه دعم هاد الناس اللي هما من الطبقه الهشه. والمرحله الثانيه هي اللي غتكون فيها 15 الثاني اللي غتكون تقريبا في الشهور القادمه. هذا من جهه هذا كتهدف الجمعيه انه فاش يكون هاد السمك يتنقل للمستهلك في ظروف صحيه جيده. وبالمناسبه كنشكر السيد باشا مدينه الزمور والسيد العامل والاخوه اطر واعضاء جماعه الزمور اللي قدمونا ساعدونا، والاخوان ديال المناظر الاعلاميه اللي ساعدونا، لان عانينا واحد الاكراهات كبيره باش خرجنا لهذا المشروع لحيز التنفيذ، وشكرا.